أغلب الشكاوي اللي بتجيني أنا يا دكتورة بتعورني هذه المنطقة أو عندي ألم في الكوع. طيب إيش السبب وإيش العلاج؟ هذه الحالة إحنا بنسميها تنس إلبو، وهي بتكون بسبب الحركة المتكررة لليد في اتجاه واحد، فبيصير عندنا تيرز أو بيصير عندنا تحيج في عضلات منطقة تنس إلبو. طيب كيف أقدر أعالج هذا الألم؟ أكيد إحنا نقدر نستخدم الأدوية لعلاج مثل هذه الآلام، ولكن من الأفضل أول ما نحس بألم في هذه المنطقة في التنس إلبو على طول ناخذ قطعة ثلج أو قماش بارد أو كمادات باردة ونحطها مباشرة على الألم ونخليها ربع ساعة، وبإذن الله الألم بيزول. طبعاً والشيء الأكيد إنه إحنا ما نقدر نستغني عن تمارين العلاج الطبيعي. عندنا تمرينين جداً مهم تطبيقهم في مثل هذه الحالات. التمرين الأول هو تمرين الاستطالة، واللي هو إني أنا حأسوي استطالة للعضلات حق التنس إلبو من خلال شد الكف حق اليد بهذه الطريقة ونثبت على الوضعية 30 ثانية. التمرين الثاني أنا لازم أستخدم فيه وزن، إما دامبلز أو نقدر نستخدم قارورة موية من البيت علشان نقوي العضلات حق التنس إلبو. التمرين هو إنه من خلال استخدام اليد الأخرى بننزل اليد المصابة ونبدأ نحاول نرفع الوزن باليد المصابة علشان نقوي العضلات اللي موجودة في التنس إلبو. عليكم ألف عافية.